روح بقى. امبارح كان في احتفاليه كانت على الضيق زي ما بيقولوا كده، بنقول كانت اللاعبين والجهاز الفني، ده كان في مقر نادي بي الجزيره للاعبين، كان بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره. انا مش عارفه ما رحناش ليه، نظرا لان الفريق هنا بنقول ما عندوش طبعا زي ما احنا عارفين وقت طويل او كبير يعني للاحتفال، عشان طبعا يستعد بقى للبطولات هنا القادمه واللي هيبداها بمواجهه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كاس مصر، ده هيكون يوم الثلاث اللي جاي. وده الكلام تحديدا يعني اللي كان قاله كابتن محمود الخطيب. خلينا نروح نتابع كده جزء من التقرير ده ونرجع نكمل. ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم ومجلس الاداره والجهاز الطبي والجهاز الفني واللعيبه واعضاء النادي وجماهير النادي الاهلي. طبعا بطوله غاليه وبطوله غايبه بقالها كتير، فالحمد لله قدرنا نحقق البطوله وببارك لهم، ومن حق الجمهور الاهلي يفرح ان شاء الله. احنا كلاعيبه زي ما كابتن محمود كده قال ان الفرحه بتاعتنا لازم تبقى محدوده، دايما البطل كده لازم نقفل على نفسنا بعد الفرحه، ان شاء الله نفرح النهارده من بكره نقفل على نفسنا عشان بطوله الكاس ان شاء الله. احنا داخلين معسكر قبل الماتش باسبوع، كنا بنتكلم كل يوم مع بعض، بنقعد دايما مع بعض نتكلم نحفز بعض، لازم يبقى روحنا واحده، وكان كله مركز يعني غصب عنه، يعني كان كله كان مركز وداخل في الماتش. فده التوفيق بيجي بقى يوم الماتش، لو انت التوفيق محالفك او لا، اللي ما كانش حتى التوفيق محالفه كان بيجري بيحاول يجري وبيتعب وبيعمل مجهود زايد، فالحمد لله قدر ربنا ما يضيعش تعبنا ده، ودايما المجهود ما بيروحش كده يعني لا، والتوفيق بيروح لسايد اللي بيجتهد اكتر وبيتعب اكتر. فالحمد لله احنا تعبنا وربنا ادانا على قد تعبنا الحمد لله. الحمد لله كنا على قد كلمتنا وكلنا كنا رجاله من اول السنه الطويله جدا ديت بالكورونا بكل حاجه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نحققها بعد تعب كتير، بعد تعب كلنا عملناه مع اربع مدربين حققوا البطوله ديت، فالحمد لله يعني. انا امبارح جيت بالليل هنا قالوا لي سجل، قلت لهم كان صوتي رايح بقى، فضلت اشرب في حاجات دلوقتي احسن. لا كانت فرحه، بطوله غايبه بقالها كتير، النادي الاهلي كان محتاج البطوله ديت، الشعب المصري في كل محافظات مصر بيحتفل بالبطوله ديت، جماهير النادي الاهلي في كل المحافظات كان نزلت امبارح الشارع عشان تحتفل باللقب، يعني الفرحه دي كانت محتاجاها مصر وجمهور النادي الاهلي يعني الحمد لله. طبعا ده جانب بسيط جدا اللي حضراتكم شفتوه من احتفالات جماهير وعشاق النادي الاهلي.